أعلن وزير التجارة التركي محمد موش ارتفاع قيمة صادرات بلاده بنسبة 19.8% خلال آذار الماضي لتبلغ 22.7 مليار دولار، وقال إنها حطمت رقما قياسيا لتبلغ أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية التركية. كشفت وسائل إعلام محلية أنه تم الموافقة على رفع أسعار المواصلات في إسطنبول بنسبة 40%، حيث ارتفعت رسوم التذكرة الإلكترونية الكاملة من 5.48 ليرة إلى 7.67، ويشمل القرار التذاكر الإلكترونية وسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. أعلنت بلدية إسطنبول عن رفع أسعار المياه بنسبة 29% في المدينة، وأوضحت في بيان أنه تم قبول اقتراح زيادة تدريجية في أسعار المياه بالإجماع. قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان التركي ضياء ألتون يلدز إن بلاده عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها العالمية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث باتت في المركز الخامس أوروبياً والعاشر عالمياً.